اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله، ونورني وشرفني الدكتور وليد الكاشف مدير امن استاد القاهره السابق وعضو لجنه الامن والسلامه 2006 في افريقيا وكاس العالم الشباب 2009. منور الدنيا دكتور. ربنا يخليك، واهلا وسهلا بحضرتك وبالقناه نادي القرن النادي الاهلي وطاقم العمل المحترمين. اهلا بيك، اهلا بيك، وتشرفنا وتنورنا. في البدايه بس انا عاوز اقول بس مبروك لكادر من كوادر النادي الاهلي الكابتن محمد فضل، ان هو شرف يعني ليه وللنادي الاهلي ولينا ان هو يكون مدير تنفيذي لامم افريقيا 2019 ان شاء الله. اكيد محمد فضل واعد، وان شاء الله يكون وجهه مشرفه زي ما هو وجهه مشرفه على طول. بالفعل. تعالى في البدايه اسالك سؤال على طول كده، ندخل على طول. جاهز. استضافتنا لكاس الامم الافريقيه في وقت قليل قوي، هل احنا جاهزين فعليا كاستادات؟ والله احنا عندنا خبرات كبيره في هذا، احنا عندنا طبعا البنيه التحتيه موجوده من 2006 و2009، ولكن في بعض الاشتراطات اللي زادت وفي بعض يعني الامكانيات اللي كانت موجوده فمفروض انها تتجدد. زي لو بدينا مثلا من اول البوابات بره خالص، دلوقتي بقى لازم، احنا كلنا فاكرين ان البوابات اللي بتفتح لجوه، لا، البوابات لازم تفتح لبره. يعني من اول البوابات بره بتاعه الاستاد لازم المفصلات بتاعتها تفتح لجوه. الفرق عشان الساده المشاهدين، طبعا الفرق اللي احنا طبيعي احنا بنحافظ على امان الجماهير. أكيد. لما يكون في اي طوارئ اللي هي امرجنسي، في اي حدث جوه الاستاد غير طبيعي، الجماهير تطلع لبره. تمام. فلازم البوابات تطلع تفتح لبره. تمام. انما بعض الاستادات طبعا مش منوطه بالبطولات السابقه، دلوقتي هتكون منوطه، لازم المفصلات تتغير وتبقى البوابات تفتح لجوه. او اسف، تفتح لبره. لبره ليه؟ لبره وانت جوه، وانت جوه تفتح لبره. ماشي. يعني الجماهير طالعه لازم يبقى البوابات تفتح لبره، عشان لا قدر الله في حاجه، لا قدر الله، ودي قالب به امن وسلامه يعني. ولو دخلنا جوه هنلاقي فيه لازم البوابات الالكترونيه، البوابات الالكترونيه مفروض على حسب الاشتراطات الفيفا ان يكون في 9 ثواني العلامه المائيه بتاعت التيكت حطها ودخل. لازم سهوله ويسر، هو رايح يستمتع. الجمهور رايح يستمتع، مش رايح عشان نحط له عراقيل. بنخش جوه واحنا داخلين التيكت بيبقى ليه لون. اللون ده فيه خطوط في الارض موجوده لحد المدرج اللي فيه التيكت بتاعه. في بدايه المدرج فوق سواء السلم يمين او شمال بيبقى فيه الارقام من رقم كذا لرقم كذا، يبقى هو عارف رايح فين. يعني بمنظم او غير منظم، مجرد ان هو التيكت معاه فيه كل العلامات او فيه كل الاتجاهات بالارقام، عارف رايح فين. حضرتك بتقول عشان بس الساده المشاهدين يشاركهم في الحوار، حضرتك بتقول دي اشتراطات هتتعمل ولا ده نفسك؟ في بعض الاستادات موجوده فيها، وبعض الاستادات طبعا لازم، والاستادات اللي موجوده فيها لازم هتتاكد. يعني مثلا في الكراسي لازم تكون منمره. يعني في استادات ايه اللي موجود فيها البوابات اللي بتفتح؟ طبعا هو البوابات الالكترونيه موجوده في الاستادات اللي كانت موجوده في 2006 و2009 عشان كان لازم. دلوقتي احنا زود عليهم، انا شايف ان في استاد الماكس، استاد اسكندريه، استاد السويس. الحاجات دي ما كانتش موجوده في 2006 و2009، دلوقتي هتبقى موجوده. استاد برج العرب ودفاع جوي اشك ان ممكن يتلعب عليه مباريات، عشان خاطر هو اللي عرفناه ان الافتتاح والختام هيكون في استاد القاهره، واحنا الجماهير او يعني المفروض يكون الاشتراطات بتاعه الاستادات لازم ما تكونش اقل من 15000 متفرج. الاستادات انا لو بصينا برج العرب هنلاقي حاجه و80 82، هنبص الدفاع الجوي حاجه و70، فدي اعداد طبعا لما يتعمل فيها مجموعه خلاف مجموعه اللي فيها مصر، فطبعا مش هيتملي الاستاد. فعشان كده بصوا بقى للكليه الحربيه، بصوا للسلام، بصوا للاستادات ساعتها قليله عشان خاطر يبان فيها الجماهير. عشان ما ينفعش ان انا اعمل استاد فيه 82، اي عدد هتحطه 20 10 15 هتبقى الاستاد فاضي. خلاف ما يكون استاد زي السلام فيه 25000، لما يتملي فيه 15 ولا 20 هيبانوا. طب ما نفكرش يا دكتور ليه ان احنا نفكر في الاستادات السهل الوصول ليها كجماهير؟ يعني ممكن استاد الساعه الجماهيريه بتاعته كبيره جدا لكن سهل ان اوصل له، فالناس هتروح تتفرج. في استاد الساعه الجماهيريه قليله لكن الناس ممكن يبقى بعيد قوي عن الناس. والله دلوقتي بقاش فيه مع وسائل النقل والمواصلات الموجوده في ربوع مصر، والاعداد السكانيه طبعا يعني تخطت كل الاستادات وتراحت لها استاد بيكون في الصحراء. استاد القاهره كان في الصحراء زمان. يعني كان مدينه نصر اخر مدينه نصر، دلوقتي بقى سنتر. وغيره وغيره. برج العرب بقى دلوقتي حواليه فنادق وبقى حواليه عماير يعني، وقدامه الناحيه الثانيه شاليهات او قرى سياحيه، فخلاص بقاش في حاجه بعيده عن في وسائل الانتقال دلوقتي بالنسبه للاستادات. اهلي زمالك ماتشات طبعا اللي هي جماهيريه، مصر ومنتخب
يعني مصر قصدي يعني انما الاستادات اللي هيتلعب عليها طبعا احنا عندنا ست مجاميع في الكلام ان مجموعتين في القاهره طبعا الاستاد طرف الكليه الحربيه بيقولوا الطرف الثاني طبعا عشان مش موجود فيها مصر واسكندريه برضو بيبعدوا برج العرب عشان خاطر الاعداد فدي حاجه طبعا ايه دي يعني اللجنه المنظمه واضح او يعني بدايه اعمال اللجنه المنظمه بداوا يفكروا في الشكل العام بتاع البطوله الكليه الحربيه واستاد القاهره في اماكن بقت حيويه قوي في البلد هل بالفعل. الدخول الجماهيري والكلام ده كله هيبقى عائق ان احنا نعوق المواصلات العامه او السير العام ولا الموضوع هيبقى شايفه ازاي برضه؟ والله بالنسبه لايام او الوقت اللي بيبقى فيه الماتشات اللي بتلعب فيها منتخب مصر طبعا اي ماتش تاني مش هيبقى فيه كميه الجماهير بالزبط. اللي هتخش ما يكون فيه منتخب مصر ساعتها المحاور بس الاربع محاور بيكونوا حوالين الاستاد بيكونوا مغلقين الا للجماهير بس وبرضه في نقطه مهمه جدا يعني نتمنى انها ما تخفلش على اللجنه المنظمه ما فيش بيع تذاكر يوم المباراه يعني لازم. ده في جميع انحاء العالم يعني لازم. دلوقتي البيع على الانترنت وقبل المباراه ما فيش حاجه اسمها بيع يعني حاجه مفتوحه كشك او منفذ بيع يوم المباراه الحاجات دي انتهت من زمان في جميع انحاء العالم احنا كمان لازم ننهيها اتفق معاك تماما يعني دي لازم يعني اتمنى اللجنه المنظمه ياخدوا بالهم من هذا الموضوع شايف استاد القاهره ايه دلوقتي واستاد القاهره كان فين الفتره اللي فاتت دي هل اعمال الصيانه والكلام ده كله كان فعلا مبرر ان هو يتقفل استاد القاهره ولا كان في اسباب اخرى والاسباب دي راحت لا استاد القاهره لازم يكون ابهى استاد يعني استاد العاصمه لازم يكون ابهى استاد على مستوى الوطن والدول العربيه والافريقيه هو استاد الرعب فطبيعي لازم يكون على ابهى صور ده شكل الدوله او شكل البلد فلازم يكون على ابهى صوره واعتقد دلوقتي القائمين على الاستاد دلوقتي قايمين بمجهود خارق عشان يوصلوا ان شاء الله لافتتاح كاس الامم يكون الاستاد عروس الاستادات ان شاء الله سواء في افريقيا او في اي مباراه تلعب فيها منتخب مصر ان شاء الله يعني حضرتك بتفضل ان استاد القاهره يفضل في ابهى صوره لاستقبال مباريات مصر ولا يرجع تاني اهلي وزمالك والحاجات اللي كانت قبل كده ملعب الاهلي وملعب الزمالك ممكن فرقه تانية تاخده والله حضرتك في جميع انحاء العالم مفيش حاجه اسمها استاد لنادي في كل نادي ليه الاستاد بتاعه والاهلي في طريقه ان شاء الله ان هو يعمل استاد ان شاء الله والزمالك شرحه يعني استاد القاهره للمنتخبات المفروض في كل انحاء العالم الاستادات ما بتلعبش عليها الا ماتش كل اسبوعين حتى التدريبات ممنوع عليها في ملاعب للتدريب انما الاستاد عشان يبقى ابهى صوره هو ماتش كل اسبوعين انما الاستاد العاصمه طبعا ده الاستاد الرئيسي فلازم يكون بابهى صوره ما ينفعش انه يكون عليه كميه المباريات الاهلي دايما متعطش ان هو يلعب في استاد القاهره الزمالك وفعلا استاد القاهره يعني على الميراث استاد الرعب يعني استاد الرعب لافريقيا وليه يعني احنا برضو شعب عاطفي دايما بيدور على اللي يسعده وهو دخوله الاستاد القاهره بيسعده اكيد بيسعد كل المصريين بصراحه طبعا يعني بنفتكر ايام بطولات كتير بنفتكر مباريات كتير سواء للاهلي للزمالك فرحتنا كلها في استاد القاهره طبعا فرحتنا كلها وبعدين الفرحه هناك واعلام منتخب مصر او اعلام مصر بتكون خفاقه في الاستاد والاستاد برضو فيه ميزه ان هو الاربع محاور الرئيسيه بتوعه سهل التحرك ليهم من جميع انحاء العاصمه يعني بالظبط انا اكد كلام حضرتك هو فعلا كان مصدر سعاده لكل المصريين مصر 2006 ويعني مش عايز اعدد بطولات لان انا ممكن انسى بطولات لكن كان فعلا مناره للسعاده واهلاويه طبعا الاهلي ياما فرح فيه الزملكاويه بصراحه ما فرحوش فيه قوي بس ماشي لا هو دايما الاستاد سواء للاهلي للزمالك صراحة. والمنتخب مصدر سعاده للمصريين وما ننكرش برضو استاد برج العرب ابهى اكتر من الاستاد كمان في حته الامكانيات طبعا الاستاد اتعمل سنه 60 برج العرب اتعمل في 2006 برضو فرق السنين دي كلها بقى فيه امكانيات مش موجوده انما الاستاد دلوقتي بيضاهي دلوقتي ان شاء الله يكون ابهى والقائمين عليه يعني نشكرهم في مجهود وفي خليه نحل شغاله طبعا شفنا سياده رئيس الوزراء مع الوزير الدكتور اشرف صبحي اللي كان قبل كده رئيس هيئه الاستاد وعارف كل مداخل والمخارج والاستاد محتاج ايه وكده وطبعا رئيس هيئه الاستاد اللي هو علي برضو عامل مجهود مع مجموعه العمل اللي معاه عشان يطلع الاستاد فعلا يشرف مصر ويشرفنا احنا كلنا اللي احنا سواء جماهير او عاملين بيه ان احنا نكون سعداء اللي احنا موجودين في الاستاد ونشجع مصر ومصر تكسب ان شاء الله يا رب لكن برج العرب موضوع بس في صعوبة الوصول ليه المسافة كأحنا كأهلوية مباراة الأهلي بنروح وطبعا الأيام دي عشان موضوع الأمن والكلام ده كله فالموضوع بقى صعب قوي كمان لكن هو في العموم هو صعب بعيد
يعني ما احنا هنعمل استاد فين؟ ما حتى لو ان شاء الله الاستاد اللي هيتعمل للاهلي في 6 اكتوبر فبرضه لو فكرنا في حته والاستاد اللي هيتعمل في العاصمه الاداريه الجديده برضه يعني ما برضه مشوار. بس الفكره انت رايح تستمتع، رايح تستمتع فين؟ دي مش مفروض انها تفرق معاك. انت رايح مجموعه من الزملاء، عائله، يعني رايح يوم تستمتع، رايح يوم تقضي وقت. طبعا احنا شعب يعشق الكوره طبعا برج العرب طبعا من الاستادات اللي برضو شالت المنتخب والاهلي والزمالك خلال الفتره اللي فاتت مجهود يشكر من القائمين عليه. ودايما الارضيه بتاعته بالرغم ان هو عنده الصقيع كتير في اسكندريه وكده بس محافظ على ارضيته الى حد ما وبيحافظ برضو على قدرته. يعني زي ما حضرتك بتقول ده ماتش كان للمنتخب مصر، يعني حاجه بصراحه تحفه وحاجه تفرح دايما الاستاد بتاعتنا عشان احنا اتعمل عندنا بطولات ليست بقليله. يعني سواء في 2006 او 2009 مش عاوز اقول لحضرتك خليه العمل مش مجرد بس الاستادات، لا والشباب والاشرز اللي كانوا شغالين في البطوله حاجه جميله، حاجه دلوقتي نقدر نقول ان احنا ننظم اي بطوله عالم، بطوله اولمبيه كمان. احنا عندنا كل الاستادات موجوده او كل الامكانيات اللي احنا نقوم، سواء فنادق سواء انتقالات سواء هي الكل قصه، بس اللي احنا الناحيه التنظيميه يعني احنا ننظم العمل ده. الخبرات موجوده، الكوادر موجوده من الشباب من الجنسين. يعني لما اختاروا محمد فضل شاب وعنده لغات، عمل تعايش في روسيا في 2018 في كاس العالم مع المدير التنفيذي. فبرضو ان الدوله بتدور على كوادرها انها تبقى ليها، وبعدين بعد كده اللي هو شافه واللي هو بيطبقه دلوقتي ان هو احنا اخترناه او اللجنه المنظمه او اتحاد الكوره او وزاره الشباب والرياضه اختارته ان هو يبقى مدير الدوره. دي حاجه طبعا نتمنى له النجاح، كلنا واقفين سند ليه. مجرد ان هو برضو كادر من كوادر النادي الاهلي دي حاجه تشرف النادي وتشرفنا اللي احنا لازم يعني اللي معه ولا ضد لازم كله يساند عشان في الاخر ما انت بتلاقي مصر. ضد كتير بس انت بتلاقي هتلاقي ضد في اي حاجه والله حضرتك لو اخترت حد سنه كبير، حد متوسط زينا، حد صغير، هتلاقي لازم فيه الاعتراضات. ولكن في الاخر احنا بندور على المصلحه العامه، المصلحه العامه كلنا هنمشي وراها اكيد. واول مردود للنجاح دكتور هو الاستاد نفسه. ده اول حاجه بتشوفها الفرق، اول حاجه بتشوفها الكاميرات، اول حاجه بتشوفها الناس اللي بتتفرجوا عليك كدوله منظمه، جمال الاستاد. هو الكاميرا الخروج والدخول زي ما حضرتك بتقول على المستطيل الاخضر وما حواليه. انما بقى ما خلف الكاميرا من فنادق، من المطارات، من النقل، من كل الكلام ده بيجي جزء تاني. فلازم الاستادات تبقى على ابهى صوره عشان هي دي اللي هتروح للدول الاوروبيه والدول العالميه والدول الافريقيه اللي هتوصل لها المنظر الحضاري بتاع مصر. عن طريق ايه؟ الاستادات والجمهور ان شاء الله اللي هيكون يملى الاستادات ان شاء الله. ما فكرناش نعمل استادات في المدن الساحليه، المدن اللي بتطل على بحار، المدن، الاماكن التحفه اللي عندنا في مصر؟ والله هو اتعامل بالفعل استادات، بس يعني مثلا استاد الجونه في الغردقه، استاد شرم الشيخ، ولكن السعه الجماهيريه بتاعته ما تحصلش ال 15، فعشان كده لم يختار في الجونه. او ده شايفه ازاي يا دكتور؟ طبعا شايفه ان يعني هو اللي فكر على اساس انها لو اتلعب بطوله بتلعب عندنا بطوله كل قد ايه؟ كل 10 سنين، كل 15 سنه، كل 20 سنه. بس لو اتلعب عندك بطوله كل 50 سنه وانت عندك المنظر بتاع الجونه، شرم الشيخ، الغردقه، اسكندريه زي الماكس مثلا، الناس تتكلم عليك 50 سنه كمان. والله حضرتك انا ما سافرت المانيا عشان خاطر نشوف كاس العالم في المانيا مع البعثه وكده، بصينا للاستادات هناك، الاستاد مين شغال فيها؟ يعني احنا عدد ليس بقليل موجود هناك، لقينا هو واحد اللي بيفتح لنا باب الاستاد، هو اللي بيورينا الكاميرات، هو اللي بيورينا غرفة التحكم، هو اللي بيفتح لنا أي حاجة، هو اللي بيشرح لنا الاستاد بيعملوا إيه بقى هناك. قبلها بيومين، قبل المباراة بيومين، وانت احنا عارفين ان هناك ما بيلعبوش الا مباراة كل اسبوعين. قبل المباراة بيومين يروحوا ينظفوا الاستاد والصيانة تشتغل وكل الاطراف اللي ليها دعوة بالمباراة بتكون موجودة بتنظم شغلها. تمام. يوم المباراة طبعا الاستاد بيكون فول كاباستي من الموظفين والقائمين عليه والمنظمين وغيره. بعد المباراة برضه موجودين اللي هم سواء بيظبطوا لو حاجة عطلت او بيعيدوا المنظر تاني الهيكل،
ويروحوا بعد كده خلاص في اجازه او في شغلانه تانية مش في الاستاد وقفلوا الاستاد. احنا بقول لحضرتك ما كنا بنروح نزور الاستادات هو واحد بس اللي بيورينا كل حاجه, بيروحوا بس يشوفوا النجيله والكلام ده كله خلاص يعني. وطبعا هناك في برضو عشان برضو ندي الكل حق حقه, حتى النجيله هناك عشان الصقيع وكده في حاجات امكانيات ليس بقليله يعني. تلاقي النجيله داخله تحت المدرجات بتتدفى, ده جزء من التدفئه, داخله تحت المدرجات بتدفى, وقبل المباراه بيوم تطلع وتطلع طبعا كلها على اجهزه الكترونيه وكده بتدخل وتطلع النجيله والمكن يقصوا على حسب الطول اللي عايزينه. وده جزء تاني ممكن احنا طبعا حاولنا ان احنا نعمله في اكتر من استاد اللي احنا نغطيه ساعه الصقيع طبعا عشان خاطر القمه الناميه في الصقيع بتبقى بسيطه, النمو بيبقى بسيط او ضعيف. فقلنا ندفيه, وده برضه بتحرق النجيله اصلا كمان. إيه؟ عندنا في مصر بتلاقي النجيله محروقه, ما هو برضه من كميه صفرة. المباريات اللي بتلعب عليه بجانب اللي احنا برضه اسلوب الصيانه عندنا مش واخدين. احنا الشتاء عندنا قد ايه؟ شهرين ثلاثه طبعا. الايام دي طبعا الجو غير طبيعي بس ده بياثر على النجيله, بس قليل برضه تمام بياثر على النجيله. انما باقي السنه فاحنا كل مشكلتنا وان شاء الله هتتحل بعد اللي انا شايفه في احدث حاجه معموله ان شاء الله في الاستاد, ان الموضوع ده ان شاء الله هيتحل. احنا بقى لنا 20 30 سنه بنتكلم في القصه والله. ما هي تكلفه, ما ماشي, ما اوروبا بتعمل كده يعني. عارف حضرتك مساحه الملعب 50% انت بتكلف بس بتلاقي او 115 فانت الكميه دي كلها عشان تتغطى او الكميه دي كلها عشان تدفى او الاماكن اللي هي فيها اللي دايما بتنيح اللي هي قدام الجون دي بيروحوا مسلطين عليها اشعه, بيجيبوا اجهزه يسلطوها عليها عشان تدفيها عشان القمه الناميه تشتغل وتنمو بزياده ماشي. ففي طبعا حاجات بس كلها تكلفه, وهتجيبها لاستاد واحد والتاني لا, فانت لازم هتجيبها لجميع السادات. انما اللي شايفه الايام دي ان بدا يكون في حاجه, واحنا بنجرب برضه, احنا بنجرب برضه عشان طبيعه برضه التربه المصريه طامي دلوقتي بقت التربه كلها 100% رمله. يعني زمان كانت التربه بتاعه الملاعب كلها طامي ونزرع, دلوقتي لا, بلاطات من النجيله, الرمل 100% رمل. الاول كان يعني في 2006 انا فاكر كانت 70% رمل 30% طامي, دلوقتي 100% رمل. النجيله بتكون في اجمل صورها في الشتاء ولا في الصيف؟ طبعا في الصيف. طبعا في الصيف. طب احنا عندنا شهور الصيف اطول من شهور الشتاء يعني. احنا اللي هنتعب فيه اصلا حوالي شهرين ولا شهرين او ثلاثه اللي احنا فعلا بنتعب فيهم بس. وما دي محتاجه تكلفه يعني, ما انت هتجيب الاجهزه والمعدات دي, ما انت هتركنها السبع شهور اللي بعد كده ولا الثمان شهور اللي بعد كده فبرضو وبعدين ايه حاجه تتركن السنه الجايه محتاجه صيانه ومحتاجه متابعه وكده. وان شاء الله يعني الحل الجديد ده ان شاء الله يكون نموذج استاد القاهره ان شاء الله. انا بتكلم فيها يا دكتور, انت لما بتصرف بتلاقي بعد كده بتلاقي وجهه مشرفه, بتلاقي انت عارف مصر, تتكلم في مصر, مصر كأكبر بلد في أفريقيا, ويعني إنجازات كبير جدا لمصر والله. احنا الدنيا شفنا في 2006 و2009 الاستادات كانت على أبهى صورة بالظبط يعني. بصراحة يعني كان في شغل ليس بقليل سواء من اللجنة المنظمة, المهندس هاني والمهندس خالد عبد العزيز وكل اللجان اللي كانت مشاركة في البطولة ماشي, كان في متابعة. وبعدين كمان كان في لجان تفتيش على طول جاية, ما فيش شهر إلا بيكون عندنا أكتر من لجنة تفتيش من لجان مختلفة سواء في كأس الأمم من الكاف أو في كأس العالم للشباب 2009 من الفيفا. فبصراحه كان في متابعه مستمره, وفي نفس الوقت احنا كان في هدف قومي اللي احنا ننجح بالبطوله زي دلوقتي برضو. احنا عندنا هدف قومي ننجح بطوله والسياحه ترجع وخلاص بقى كفايه ما فات. احنا دلوقتي رجوع جماهير ان شاء الله هيبقى على ابهى صوره, احنا في حدث العالم كله هيشوفه. وطبعا الدول الافريقيه اللي هتيجي دول فيهم لعيبه ليهم براندات عالميه, براندات عالميه سواء في الانديه بتاعتها او في المنتخبات. فده كله هيساعد لانتعاش السياحه المصريه ان شاء الله بصوره احنا محتاجينها. عشان كده دوله رئيس الوزراء عمل لجنه عليا من رئاسته والداخليه والاعلام والسياحه والشباب والرياضه والصحه والاعلام, كل دول في اللجنه العليا للبطوله. ده يعني دي اهم حدث في مصر يعني, 8 وزراء موجودين في اللجنه العليا, دي معناها ان ده حدث قومي لازم كلنا نساعد فيه. اكيد عارفين قيمه هذا الحدث تمام. يعني اهم حدث بقى لنا 9 سنين مستنيين او 8 سنين مستنيين حاجه ان احنا نقول للدنيا كلها لا احنا مصر,
احنا لسه مصر زي ما بالفعل حاجة. وكمان تتعمل بعديها لجنه تنظيميه برئاسه وزير الشباب والرياضه ينزل تحتيها لجنه منظمه وقياده رئيس اتحاد الكوره المهندس هاني ابو ريده. يعني لا في شغل شغال خلاف بقى اللجان المختلفه اللي هتلعب هتعمل بقى سواء الملاعب سواء الامن سواء المراسم. يعني كل ده طبعا في الايام الجايه ده يعني اعتقد هيجيبوا الناس ذات خبرات وفي نفس الوقت مطعمين بالشباب اللي هيقدروا انهم ينجحوا هذا البطوله القوميه اللي مش عاوزين. دي مش بطوله كوره, دي بطوله قوميه بالظبط ماشي على اساسها البطوله دي تحديدا. طبعا في الوقت ده ولا ده محك رئيسي اللي احنا نقول اللي احنا موجودين بالظبط. مصر موجوده بشعبها ما عندناش مشاكل بالزبط. ولا امنيه ولا غير امنيه بالزبط. انما كل اللي بيحصل ده زوبعه بيعملها اخرون سواء خارج مصر او داخل مصر عشان يفككوا الوحده اللي موجوده فيها. احنا دلوقتي مع احترامي كان مين داخل قدامنا في كاس في التنظيم جنوب افريقيا. انت بعد الساعه 5 ما تقدرش تمشي في جوهانسبرغ. احنا هنا انت بتقعد لحد الصبح الاولاد والشباب وكده وده طبعا غلط. قمه في الامان. فبالتالي احنا بنرحب طبعا بوجود او بوصول المنتخبات الافريقيه لما تيجي ان شاء الله هيلاقوا الامن والامان في مصر ان شاء الله. يا رب. كلام محترم جدا وكلام فعلا نفسنا نشوفه ونفسنا البطوله تيجي وتكون على احسن ما يكون وتعدي الدنيا ان شاء الله تعدي بخير باذن الله. مصر قادره ان هي تعمل اي حاجه زي ما حضرتك بتقول يا دكتور وليد. لكن انا بتكلم على استمراريه بقى, استمراريه الملاعب الجميله. يعني انت عندك برضو الدوري ممكن يبقى حاجه قوميه, ليه لا دوري وتسوقه كويس قوي زي احنا بنشوف الدوري في الامارات الملاعب حاجه تفرح. عندك دوري وعندك ملاعب وعندك جمهور وعندك بلد بحجم مصر, ليه ما تتسوقش ويبقى دوري كبير جدا وتستفيد منه على احسن استفاده. ده الاحسن من الدوري كمان, ده كاس الامم اللي احنا لو ما عملتش لجنه تسويق على اعلى مستوى تسوق لكاس الامم الافريقيه بدل ما احنا بندفع فيها يعمل لنا انقام على اعلى مستوى مادي يخش خزينه الدوله اللي هتصرف يعني ملايين الملايين لتنظيم الدوره, يبقى احنا كده يبقى احنا مش محترفين. وانا طبعا يعني اشهد المهندس هاني ابو ريده والدكتور اشرف اللي هو اساسا دكتور التسويق في الاداره بالزبط. ان احنا هننظم البطوله وهننظم مش تنظيم بس لا تسويقيا على اعلى مستوى. كل حاجه بتتباع دلوقتي, كل حاجه بتاع البن بتاع على الجاكيت التيشيرت المج كل حاجه دلوقتي كل القلم يعني كل بالزبط. حاجه دلوقتي خلاص يعني احنا في عصر التسويقي خلاص العالم كله قريه صغيره. انت لو ما سوقتش على اعلى مستوى في وجود القامات اللي موجوده على راس المنظومه الرياضيه في مصر دلوقتي وبالخبرات اللي موجوده في 2006 و2009 ان شاء الله اتوقعها انها بطوله فيها مكسب مش فيها خساره زي السابقين. تمام. تعال نشوف الجماهير بيتكلموا ازاي عن الملاعب المؤهله لاستضافه هذه البطوله الهامه جدا لمصر ونرجع نستكمل الحديث مع حضرتك. يلا بينا. نمت واحد استاد القاهرة, نما كذلك استاد الدفاع الجوي, استاد الكلية الحربية دفاع القاهرة, استاد الجيش في السويس, استاد الإسماعيلية, استاد برج العرب, واستاد اسكندرية في اسكندرية, واستاد حرس الحدود. كويس يعني كافيين جدا. الاستاد بتاع برج العرب طبعا هايل. الاستاد استادات اللي الجيش عاملاها, استاد الدفاع الجوي كويس, استاد بتاع حرس الحدود, استاد الماكس, استاد اسكندريه. احنا عايزين برضك استاد اسكندريه واستاد القاهره والملعب بتاع الاسماعيلي. احنا عايزين البلاد اللي هي فيها بتحب الكوره وبتشجع الكوره وما نحرمش الجمهور اللي بيعشق الكوره في جمهوريه مصر العربيه من ان هو يشاهد الدول اللي هي داخله في المسابقه الافريقيه. مش اوير بالملاعب الجاهزه ولا مش جاهزه, بس الحاجه اللي انا بستغربها استاد القاهره. استاد القاهره احنا بقالنا سنين طويله كل شويه بيتوضب ويقول لك هيبقى جاهز ويجهز, ما يقعدش شهر شهرين ثلاثه ويقوم راجع تاني. انا مش عارف ايه المشكله في استاد القاهره. اما يبقى استاد القاهره بالشكل ده بقيه الاستادات يبقى حالها ايه؟ بس انا بشوف في الماتشات اللي بتتلعب على برج العرب اعتقد او استاد السلام اسكندريه نوعا ما, ما هو برج العرب ده جنب اسكندريه, بس استاد اسكندريه اعتقد ما فيش حاجه بتتلعب عليه ولا فيه, انما
يعني بحس برضو الاستادات دي نوعا ما جاهزه، بس انا بشوف الشكل العام في الملعب الامكانيات بعد كده للمدرجات، عمل الحمامات اللي مش عارف ايه الحاجات دي، لان الحاجات دي في منتهى الضروره طبعا عشان تستخدم في بطوله زي بطوله افريقيا. اولا استاد الجيش في برج العرب ده استاد 100% عالمي، واخد بال سيادتك. ثاني حاجه في اسكندريه استاد البلديه اللي هو استاد اسكندريه الاصلي واستاد حرس الحدود، دول في مدينه اسكندريه ثلاثه دول. نيجي القاهره، استاد القاهره مهيئ بعد التجديدات اللي بيعملوها فيه وعظيم جدا، واستاد السلام، وبعدين استاد 30 يونيا اللي هو الدفاع الجوي، دول في القاهره. نروح السويس، السويس فيه استاد الجيش مهيئ وممتاز جدا، واخد بالك، واستاد اسماعيليه، وبعدين ارض بورسعيد، استاد بورسعيد برضك انا شفته جميل جدا يصلح، وبعدين الجماهير هناك جماهير كرويه تشرف مصر في اثناء البطولة نفسها، لأن حضور الجماهير ده عامل مهم جدا جدا من نجاح أي بطولة. طبعا كما هو معلوم وإذا لم تخني الذاكرة، يعني في استادات غير الاستادات الأساسية المعروفة اللي هي القاهرة واسكندرية وبرج العرب ودفاع الجوي والسلام. أولا استاد القاهرة طبعا ده حاجة علامة مميزة يعني، واستاد برج العرب واستاد السويس وال الاستاد الجديد ده الفيس، استاد الجيش بالسويس، هو في استاد السلام برضه كويس، يعني في حاجات كثيره في مصر يعني بصراحه، يعني مصر قادره يعني. شايف ان استاد القاهره والاسماعيليه واسكندريه وبرج العرب دي من والاستاد بتاع الجيش طبعا اللي هو في السويس، دي الملاعب المظبوطة، بس هي عاوزة شوية شغل يعني من ناحية التنظيم، من ناحية الدخول وخروج الجمهور، الأراضي اللي هي بتاعت الاستاد، أي استاد لازم طبعا بتشار وتحط نجيلة جديدة، على الشهرين الجايين تبقى كل الأشياء كلها مظبوطة ومتابعة عظمة. اهلا بحضراتكم من جديد. دكتور وليد، اكيد الجماهير عايزين يعرفوا عن اشتراطات الامن في هذه الاستادات، خصوصا انت عارف الاحداث اللي احنا فيها. انا عايز اروح انا ومراتي واولادي، او اللي عايز يروح هو واخواته، اللي عايز ايا كان بقى، عائلات بتروح عايزين يدخلوا الاستاد في منتهى الامان، يخرجوا في منتهى الامان، وهتلاقي اقبال كبير من الشعب المصري على كل المباريات، عشان الشعب المصري عارف قد ايه هذه البطوله مهمه جدا لمصر بشكل عام. والله يعني لازم بس الرقم واحد نعرف ان احنا رايحين نستمتع، دي رقم واحد. الامن بقى عايز ايه؟ الامن عايز المباراه تقوم دخول وخروج امن. يعني ايه خروج وخروج امن؟ يعني مثلا انا عاوزين نقلل موضوع التفتيش، يعني مش لازم تخش بشنط، دخلت مش لازم تخرب، دخلت استمتع، انت واقف مش على الكرسي، انت واقف قدام الكرسي او قاعد على الكرسي. يعني لازم نعرف كل واحد في اي مشكله، في 500 الف منظم هتلاقيه يحل لك مشكلتك، في مشكله على البوابه هتلاقي 500 الف ضابط او عسكري او كده هينظم لك الدخول بتاعك، والدخول لازم يكون امن زي الخروج امن. وفي الاخر احنا ده رايحين نستمتع زي ما بقول لحضرتك. الاشتراطات الامنيه اللي بيعملها الكاف للاستادات معروفه دلوقتي للاستادات، ونقولها تاني من اول، قلنا البوابات للبوابات الالكترونيه، لغرفه التحكم اللي هي بتاعه الكاميرات، طبعا بيكون فيها اكتر من حد مسؤول وبجهاز طبعا لاسلكي عشان لو في اي خروقات او في اي مشكله في اي قطاع او اي بوابه تتحل على طول. في دلوقتي لازم كل استاد يكون ليه بوابات على الملعب، مفيش حائل ما بين، يعني يا دوب هو ارتفاع السور بتاع الملعب متر، ده الاشتراطات بتاعه الكاف والفيفا. الاشتراطات لازم يكون، انا شفت دلوقتي قبل ما اخش لحضرتك الاستاد اللي بيتدرب عليه النادي الاهلي، انا شايف الاسوار ده مش هيبقى استاد قانوني، الاسوار عاليه جدا بتاعه الملعب، ده لو مش هيتلعب عليه مباراه رسميه، ده اعتقد يعني يعني هو بيقول لك الجمهور المدرجات قصدك، السور اللي هو قدام المدرجات، بيقول لك الجمهور مش مفروض يكون في حائل بينه وبين الملعب، ان هو يشوف الملعب، ان هو يشوف اللعيبه، ان هو يشوف، ما يكون
يكونش فيه يعني كده احنا بنضيع 7 8 10 صفوف الجماهير ما تقعدش فيها تقعد بعد كده وده طبعا مش صح. لو الناحية التانية دايما بيكون الصحفيين موجودين من اتجاه المقصورة من الناحية التانية عشان نفس الاتجاه اللي بيكون فيه الصحفي اللعيبة ولازم يكون فيه 4 غرف خلع ملابس في كل ملعب عشان يبقى استاد قانوني. لازم يكون فيه الميكسد زون بيكون قدام غرف خلع ملابس مجرد ان هو ينزل من الاتوبيس ميكسد زون في الكاميرات عشان اللقاءات الصحفية. الكلام ده كله دي اشتراطات لازم تكون موجودة في الاستادات ولازم الجمهور مالكش دعوة بالمناطق اللي هي زي الميكسد زون انت تروح عشان تظهر ورا الكاميرا ده مش صح. احنا عاوزين نظهر يعني بالمظهر الحضاري مش عاوزين نبص اللي ورا نبص لقدام كاميرا فيها لاعب او فيها مدرب مش لازم يبقى الخلفية بتاعها حد من الجمهور. يعني انت اعرف اللي انت ببلدك لازم تبقى بأبهى صورة انت احسن من اي حد موجود في العالم بالنسبة للسلوك الجماهيري لازم ده نوصله. بالزبط. ما ينفعش منطقة اللقاءات الصحفية تلبى فيها جماهير أو شباب صغير يفضلوا يعني يبانوا في الكاميرا خلفية باك جراوند مش حلو. يعني في مناطق ما نجيش ناحيتها وفي مناطق احنا رايحين عشان نستمتع. في غرف للتحكم برضو نبعد عنها سواء غرف الكهرباء الـ 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 الكاميرات الكلام ده كله احنا رايحين نستمتع ورايحين نشجع. مش لازم نخش معنا شنط كبير عشان هتاخد فتره كبيره في التفتيش. احنا رايحين معاك ازازه الميه بتاعتك معاك حاجه بسيطه معاك في الاخر انت رايح عشان تبص تشجع منتخب بلدك او تشجع احدى المنتخبات اللي انت هتبقى موجود فيها وهتطلع امن تخش امن وتطلع امن. ده كله هيبقى في صالح منتخب مصر وقبليها طبعا في صالح الدوله اللي احنا عاوزين نغير السلوك اللي موجود في بعض المباريات او اللي وصل فينا اللي احنا في عندنا بعض من الشغب اللي اعتقد دلوقتي من بعد ما الدكتور اشرف صبحي والساده المعنيين بداوا يرجعوا الجمهور ستيب باي ستيب اعتقد ان ده مع كاس الامم الافريقيه هيكون الاستادات على ابهى صوره من الجماهير وسعه الاستاد لازم تكون رقم واحد بالنسبه لتذاكر الدخول والخروج. يا رب ان شاء الله خير و معوش تذاكر ما يروحش معيش تذكره للمباراه ما اروحش الاستاد ما عرفتش اجيب تذكره للمباراه ما اروحش في طرق شرعيه عشان تجيب التذكره الاستادات نسهل الحصول على انما هتروح من غير تذكره تحت بند ان الامن في الاخر هيدخلك انت كده بتعمل تكدس غير مرغوب فيه مش هيحصل الكلام ده ان شاء الله طبعا بالخبرات اللي موجوده ان شاء الله مش هيحصل الكلام نورتني وشرفتنا يا دكتور ربنا يخليك انا سعيد طبعا حضرتك مع الوقت جري بسرعه وكان عندي اسئله كتير لكن الوقت هنا جري بسرعه للاسف نعمل حلقتين ثلاثه كمان ان شاء الله تنور وتشرف والله ربنا يخليك شكرا جزيلا ان شاء الله تكون بطوله موفقه باذن الله يا رب وان شاء الله يعني بتمنى من بمر حضرتك المحترم ان تبقى بطوله على اعلى مستوى من التنظيم على اعلى مستوى من رجوع الجماهير اللي احنا مستنيينه على فكره بقالنا كتير جدا الرجوع الحقيقي للجماهير سواء في المباريات الرسميه اللي هي في كاس الامم او المباريات الدوري او الكاس كده ده طبيعي ده لذة المباراة بتبقى بالجماهير لذة اللعب واحنا شعب عاطفي بنعشق الكورة رقم واحد اكيد اكيد نورت وشرفت المرة التانية وان شاء الله يكون ليك دور في تنظيم هذه البطولة اهلا وسهلا وده طبعا ده شرف ليا لان اكون انا في خدمة بلدي في اي موقع اتحط فيه ان شاء الله شكرا جدا لحضرتك هنطلع فاصل عشان نستقبل نجمتنا منى طارق لاعبة منتخب مصر للكرة النسائية مش سايبيننا في حالنا هم ماشي نطلع فاصل ونستقبل نجمتنا